هاي، ازيكم؟ انا اسمي محمد سيف، انا من ابس داينامكس. احنا في ابس داينامكس ثلاث شباب فكرنا ان احنا نروح الخطوه الجايه في المستقبل اللي هو الموبايل ابس. ناس كتيره دلوقتي ابتدت تعمل موبايل ابس all over the world، بس احنا عايزين نعمل حاجه تبقى توصل للناس بره وفي نفس الوقت توصل للناس جوه. الموبايل اب في حد ذاته مش بيشتغل لوحده. انت عشان تعمل سكسسفل موبايل اب لازم يبقى معاه الويب سايت اللي بيسبورته او الويب باك اند اللي بتسبورته، لازم يبقى معاه الماركتنج اللي بيسبورتها، سوشيال ميديا، سيرش انجن، كامبينز، حاجات كتير. احنا في ابس داينامكس لقينا ان الناس اللي بتعمل الحاجات دي very expensive, very slow, and بيعملوا حاجات يعني الصراحة الانترفيس بتاعتها مش rich as we expect. الريتشنس في الـ في الـ في الموبايل ابس هي ميك اور بريك، تمام؟ اذا هتعمل موبايل اب يا تعمله فيري ريتش يا ما تعملوش خالص. احنا في ابس داينامكس هكلمكم عن مجموعه الحاجات، مين احنا، اور بروميس، وهنتكلم على البرودكتس والسيرفيسز اللي احنا بنقدمها، وهنتكلم على ازاي احنا بنشتغل وازاي بنتحكم في الكواليتي، وهنختم كلامنا بكيس ستادي تقريبا ناس كتير عارفاها اسمها سينمات. دايما لما بتروح لحد غالبا في الاندستري بتاعه الكونستراكشن او الانشاءات بيجي يقول لك ايه، لو عايز حاجه كويسه وبسرعه مش هتبقى رخيصه، ولو عايز حاجه كويسه ورخيصه مش هتبقى بسرعه، ولو عايز حاجه بسرعه وكويسه مش هتبقى رخيصه. فاحنا عايزين نغير السياسه دي. ده البراند بروميس بتاعنا، احنا عايزين ندي حاجه كويسه بسرعه وفي نفس الوقت افوردبل، يعني مش ارقام هلاميه، عايزين ندي حاجه بتاد فاليو without costing you the world. تمام. طيب احنا بنشتغل في ثلاث حاجات اساسيه، الموبايل ابس ديفلوبمنت، الويب ديفلوبمنت، والاونلاين ماركتنج. لو بصيتوا على الحاجات دي هتلاقوها دايما مرتبطه ببعض، ما ينفعش تعمل حاجه زي الموبايل اب من غير ما تبقى دامج معاه باقي الحاجات دي. طيب ازاي احنا بنقدر ان احنا نوفر النقطه الوسطيه ما بين الكوست والفيتشرز والكواليتي والتايم؟ احنا اول حاجه عندنا تيم صغير بس هاي كواليفايد تيم بيقدر ان هو يدليفر ريزلتس فيري فاست، فيري جود ريزلتس، اند يو كان ريلاي اون ذا اون ذير اكسبيرينس. احنا بنستخدم البرودكت ديفلوبمنت لايف سايكل بتاعه الاجايل، يعني احنا مش بنستخدم بروسيسز في الديفلوبمنت طويله وممله بتضيع وقت وفلوس، لا احنا بنستخدم حاجات تقدر ان هي تديليفر ذا ريكوايرد سكوب باسرع وقت وباقل تكلفه. كل بروجكت عندنا بيبقى معاه اكاونت مانجر. الاكاونت مانجر ده مسؤول ان هو يتابع مع العميل او مع البروجكت اونر المشروع من اول ما هو ريكوايرمنتس لغايه ما بندليفره للاند كونسيومر. السوليوشنز بتاعتنا بتتميز ان هي اند تو اند. انت مش محتاج ان انت تروح عشان مثلا ويب سايت، محتاج تروح لحته عشان تجيب الدومين، مش محتاج تروح لحته عشان تجيب الهوستنج، مش محتاج تروح لحته عشان تعمل الديفلوبمنت، مش محتاج تروح لحته عشان تعمل الديزاين. احنا بنبروفايد في السوليوشنز بتاعتنا اند تو اند من اول الريكويرمنتس لغايه الاند يوزر تريننج. تمام. خلينا نتكلم بشويه تفصيل عن الموبايل اب ديفلوبمنت. تمام. طبعا لا يمكن شركه تنجح في سوق الموبايل ابس الا وهي بتارجت مالتي بلاتفورم. احنا عندنا
الخبره العمليه ان احنا نتارجت الاي او اس اللي هو الابل بلاتفورم، عندنا ان احنا نتارجت الاندرويد، البلاك بيري، النوكيا، وساعات بنعمل حاجات للويندوز فون 7 والسامسونج بادا. طبعا احنا الابس بتاعتنا مش بس للشركات، هي كمان للاند يوزرز. يعني احنا بنعمل حاجه زي جيمز، سيرفيسز لايك سينمات، دي بتتاخد بس للاند كونسيومر، حاجه طالعه مننا مباشره للكونسيومر. وبنقدر برضو نغطي الشركات، البنوك، محلات الفود اندستري. احنا مثلا نقدر نعمل ابس، او اوريدي بنحاول ان احنا نعمل ابس بحيث ان احنا نخلي ان اي شخص قاعد في مطعم يقدر يأوتوميت الاوردر بتاعه. الويب سايت ديفلوبمنت، طبعا انت ممكن لو عملت سيرش في اي حته هتلاقي a lot of people they are doing website development. احنا في الويب سايت ديفلوبمنت بتاعتنا سكيلبل، مش عايزين ندي حل يناسب بس الانتربرايزز، مش عايزين ندي سوليوشن يناسب بس الميديوم بزنسز، مش عايزين ندي سوليوشن يناسب بس السمول. احنا عايزين نقدر يبقى عندنا باكجز جاهزه تقدر حد سمول بزنس لغايه انتربرايز يقدر يديفلوب الويب سايت بتاعه. دلوقتي دي اصبحت حاجه، سواء انت شخص مصور محترف او انت بروفيشنال في شركه اي تي بتبروموت البرودكت بتاعتك اونلاين. دلوقتي لما بتعمل ويب سايت ده ما اصبحش كافي ان انت تظهر. ليه؟ لان في ملايين الويب سايتس بتظهر كل يوم. فالحل عشان تنكريز الفيزيبيليتي بتاعتك ان انت تعمل اونلاين ماركتنج. التيم بتاعنا بيقدر يهندل الاونلاين ماركتنج، ان هو يميك شور ان الويب سايت بتاعك بيطلع في السيرش ريزلتس، نقدر نكامبين اون يور بيهاف في جوجل، ياهو، بينج، ممكن نعمل سوشيال ميديا، ممكن نعمل حاجات تانية كتير. الاونلاين ماركتنج اصبح جزء لا يتجزأ من اي استراتيجي فيها موبايل اب او ويب سايت ديفلوبمنت. خلينا اكلمكم عن سينمات. تقريبا ناس كتير منكم عارفين مين هو سينمات. سينمات اتعمل من قبل شركة اسمها بيج بلو برينز. احنا جويند اس في ابس داينامكس، وان اوف ذا كي ممبرز في بيج بلو برينز، وهو الشخص اللي كان ورا او جزء من مجهوده، او هو جزء اساسي من برنامج سينمات. سينمات ده حقق طفره نوعيه في ان انت ممكن تنزل اب بسيط وفي نفس الوقت حد يحقق مردود كويس. الاب ده مالتي بلاتفورم، نازل على الاندرويد، نازل على الايفون، نازل على البلاك بيري، نازل على النوكيا، نازل على سامسونج بادا. سينمات حقق ارقام بكل المقاييس لبرنامج او اب معمول على مستوى محلي، يعني بيتارجت بس السوق المصري او السينمات في مصر تحديدا، كمان في القاهره واسكندريه. قدر ان هو يحقق 20,000 داونلود في اول اسبوع، 8,000 داونلود للاندرويد، 800 و900 للبلاك بيري وللسامسونج بادا. دي ارقام مذهله، و اي حد حاول ان هو يسبميت اب قبل كده مش هيكون حقق النجاح ده. طبعا سينمات هي رقم واحد في الاب ستور لفتره زادت عن 1 مانث. طبعا دي سكرينز، السمبلسيتي، الريتشنس في اليوزر انترفيس هو جزء لا يتجزا من اي موبايل اب، وبتقدر برضو تتصفح العناوين وتصفح ارقام التليفونات بتاعت السينمات عشان تعمل حجوزات. انا كده كلامي خلص عن ابس داينامكس. اللي عايز اوصله في الاخر ان احنا عايزين نخرج عن المألوف بان احنا نوفر ثلاث حاجات ما بيحصلوش مع بعض. حاجه كويسه وبسرعه وبسعر معقول. شكرا.